طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية قصة المرأة التي قتلتها ألغام الحوثي في جبال نهر. ومن موقع العرب الجديد الحرب جردت اليمنيين من رواتبهم وكورونا يجهز على ما تبقى. ومن أخبارنا المنوعة هل يبقى فيروس كورونا حيا في الملابس؟ أهلا بكم. تقضي سمية ناجي النعيمي معظم نهارها في رعي الأغنام وجمع الحطب في جبال بني فرج بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث ابتعدت المواجهات بين الجيش وميليشيا الحوثي عن منطقتها، ما يعني مساحات أوسع للرعي وجمع الحطب، لكنها لم تكن تدري أن موتا كامنا تحت التراب يترصدها وينتظر مرورها. ونطالع من موقع المصدر أونلاين. لغم يسكت أهازيج الراعية، حقول الموت تتربص بالمدنيين في جبال نهم، بينما كانت سمية تردد أهازيج اعتادت كغيرها من الراعيات أن تتغلب بها على وقت الرعي الطويل. دخلت سمية التي تبلغ من العمر 35 عاما حقلا للألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الجبل، داست على أحد الألغام لينفجر بها ويلقيها غارقة في دمائها. وكان وعن قصة الفتاة التي قتلها الحوثيون في نهم، يقول مصدر محلي: هناك سمع زوج المرأة صوت الانفجار المدوي في منطقة لم تعد الحرب حاضرة فيها، فانطلق لتفقد زوجته التي رآها تصارع الموتى، وما إن اقترب منها مسرعا حتى كان أحد الألغام أقرب إليه منها لينفجر به هو الآخر. وفقا للمصدر، أسعفت سمية وزوجها إلى أحد مشافي مدينة صنعاء، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات وتركت زوجها معاقا. تسبب انفجار اللغم ببتر إحدى قدميه وإصابته بجروح عديدة وثلاث بنات وولد. أسكت اللغم تلك الأهازيج وأسدل الستار عن حياة سمية، لأنها وزوجها ليسا الضحيتين الوحيدتين للألغام الحوثية كما يقول سكان المصدر أونلاين. فقد أغلب مناطق مديرية نهم عبارة عن حقول ألغام تمتد في المواقع التي كانت تتمترس فيها ميليشيا الحوثي حتى المناطق البعيدة عن المواجهات. عن كورونا واليمن قبل أن تقع الكارثة، تحت هذا العنوان كتب رأفت الأكحلي مقاله المنشور في المصدر أونلاين والذي جاء في فقرته. في اليمن حاليا لا يوجد سوى 3 أجهزة قادرة على فحص فيروس كورونا في عدن وصنعاء والمكلا، ويمكن لكم تخيل ما الذي يمكن أن تقدمه 3 أجهزة لعدد يقترب من 30 مليون مواطن. تعلق الكثير من الدول الآمال على اكتشاف واعتماد فحوصات جديدة يمكن إنتاجها بكميات كبيرة ويسهل توزيعها واستخدامها. تتسابق العديد من الشركات والدول على اكتشاف واعتماد هذه الفحوصات الجديدة، البعض منها يعمل على كشف ما إذا كان الشخص قد أصيب وتعافى من الفيروس، فيما تعمل الفحوصات الأخرى على التعرف ما إذا كان الشخص مصابا بالفيروس حاليا. فعليا في كل يوم تظهر معلومات جديدة حول هذه الفحوصات، ويقترب العالم من التوصل إليها. ربما يكون الهدف في اليمن هو شراء الوقت عبر الإجراءات الأخرى لمنع انتشار الفيروس إلى حين التوصل إلى فحوصات جديدة يمكن أن نستفيد منها بشكل واسع. تمثل أجهزة التنفس الاصطناعي أحد أكبر التحديات في تقديم الرعاية المركزة للمصابين بأعراض شديدة من الفيروس. في اليمن ربما لا يتجاوز عدد أجهزة التنفس الاصطناعي العشرات أو بالكثير بضع مئات. مرة أخرى يسابق العالم لإيجاد حل لهذه المعضلة، ولا نتوقع أن تستطيع اليمن الحصول على العدد الكافي من الأجهزة بالشكل الحالي. كما أنه ومن الصعوبة إنكار حاجة اليمن الكبيرة للدعم الدولي الفني والمادي لمواجهة هذا الفيروس، إلا أن هذا الدعم أصبح أكثر تعقيدا مع إغلاق المطارات ومنع الرحلات، وبالتالي عدم قدرة كوادر المنظمات الدولية على التواجد في اليمن. ربما من الأهمية دراسة إمكانية وضع إجراءات للتأكد من فحص هذه الكوادر وخلوها من الفيروس، والسماح لها بالوصول عبر رحلات خاصة إلى المطارات اليمنية. الذين مروا من شوارع محافظة إب وقد أخذوا على متن أطقم ميليشيا الحوثي في الطريق إلى صرواح والجوف، مسرعين
عادوا ولكنهم لم يعودوا قادرين على الهتاف وتأدية الصرخة المعروفة، فقد أصبحوا جثثا داخل التوابيت وفقا لموقع الصحوانت. مصرعوا أكثر من 22 مسلحا من أبناء محافظة إب أثناء قتالهم في صفوف الحوثيين. وفقا للمصدر أو المصادر المحلية، فإن من بين قتل الميليشيا 8 عناصر من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، وذلك بعد أيام من سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا من ذات المديرية. وتوزع البقية بين مديريات فرع العدين والحزم والسدة وبعدان. كما شيعت ميليشيا الحوثي أمس السبت 29 عنصرا من مسلحيها قتلوا بجبهات الجوف وسرواح، وتم تشييعهم يوم السبت بمحافظة صنعاء وعمران وحجة وريمة وصعدة ودمار. الميليشيات التي تسيطر على عدن تحرم الأهالي من سيارات الإسعاف وتنهبها لصالحها، حيث أقدم عشرات المسلحين في المدينة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي وفقا لموقع عدن الغد. وصول سيارات إسعاف لعدن من الصحة العالمية ووزارة الصحة تشكو الاستيلاء على 9 منها. وقال الموقع إن مسلحين على متن دوريات استولوا على 9 سيارات إسعاف قدمتها منظمة الصحة العالمية لمدينة عدن والمحافظات المجاورة. وعلمت صحيفة عدن الغد عن مصادر أن مسؤولين في وزارة الصحة توجهوا إلى ميناء عدن لاستلام السيارات تمهيدا لتوزيعها للمحافظات المجاورة وعدن. وخلال عملية الاستلام فوجئ المسؤولون بدخول مسلحين على متن أطقم عسكرية يقتحمون الميناء ويستولون على 9 من سيارات الإسعاف بحجة احتياج موقع صحي بعدن لها. وقال مصدر في مكتب الصحة إن عدد السيارات 81 سيارة، وحصة عدن من هذه السيارات 12 سيارة إسعاف. وأشار المصدر إلى أن عملية تواصل مع قيادة التحالف بهدف إعادة 9 السيارات المستولى عليها، وأجرت صحيفة عدن الغد اتصالا بوكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي التي قالت إن المسؤولين في مكتب الصحة فوجئوا صباحا ولحظة الاستلام بدخول أطقم وقيامهم بأخذ سيارات الإسعاف في عملية مفاجئة وغريبة. النظام الرأسمالي العالمي هو القاتل، تحت هذا العنوان كتبت لميس أندوني مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة. كشف فيروس عابر للحدود هشاشة العولمة الرأسمالية أمام تهديد موت لا يفرق بين الشعوب أو الأعراق أو الطبقات وبين حكام وشعوب، إذ يستطيع الوصول إلى الجميع والنخب غير محصنة، وإن تعتمد على قدرتها المالية للحصول على أحدث العلاجات والرعاية الطبية. وعولمة الرأسمالية مبنية على إحكام هيمنة الدول الكبرى والشركات العالمية على الحركة الاقتصادية في العالم، ولذا سعت إلى فرض شروط وتغييرات هيكلية على معظم الدول باسم إعادة الهيكلة ولبرالات السوق. ضربت الرعاية الاجتماعية للدولة فتحصنت النخب خلف امتيازاتها، فيما توسعت رقعة التهميش والحرمان، وكأن ما يصيب الأغلبية في العالم لن يؤثر على شريحة 1% التي تسيطر على ثروات العالم وعلى ممتلكاتها وأرباحها. هو نظام يسخر العلم لاكتشافات هائلة، لكن حسابات الربح والخسارة وتكديس الأموال تحرم أغلبية في شتى أنحاء العالم من الاستفادة منها، فكل شيء بثمنه من دواء وعلاجات وسرير في مستشفى. وعلى الرغم من كل مآسي العالم من أوبئة وأمراض مستعصية، لم تتغير أولوية الحفاظ على نظام تحقيق الأرباح القصوى، فتعاملت الدول الرأسمالية الكبرى باستهتار بحياة شعوب، بما في ذلك فئات واسعة من شعوبها، ثم جاء فيروس كورونا المستجد ولا يفرق بين حي فقير وشارع المال وول ستريت، وغير معني بأسعار الأسهم في مؤشر ناسداك، وأصاب رؤساء وملوكا، فتركيبته لا تسمح له بغير الاستمرار في الأذى، متشبها بالنظام الرأسمالي المتوحش نفسه. ولكن هذه تركيبته، فالرئيس الأمريكي ترامب يستطيع منع المكسيكيين من الدخول إلى بلاده عبر الحدود، لكنه لا يستطيع بناء جدار لمنع دخول كورونا. علقت صحيفة الجاردن البريطانية حول صفقات السلاح التي توجهت إلى المملكة العربية السعودية والتي بلغت أعلى مستوى. وقالت الصحيفة إن أسلحة بريطانية بقيمة 5 مليار و300 مليون استرليني توجهت إلى المملكة العربية السعودية منذ بداية الحرب في اليمن. وقالت الجاردن هناك قلق من أن التحالف السعودي الذي يقاتل الحوثيين قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستهداف البنية التحتية المدنية.
ويضيف الصحفي أن الحكومة البريطانية تعتبر مبيعات الأسلحة واحدا من المجالات التي تعتمد عليها بشدة لدفع الاقتصاد الوطني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفعها لتعيين فريق مختص في ترويج الأسلحة البريطانية في وزارة التجارة الدولية. ويشير إلى أن بريطانيا حسب الإحصائية الأخيرة ربحت عقودا كبرى لبيع الأسلحة بقيمة 14 مليار استرليني، كما أنها في الفترة ما بين عام 2008 و 2018 احتلت المرتبة الثانية عالميا في مجال تصدير الأسلحة. كما كشفت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تخطط بهدوء لإقرار مقترح يسمح لها بتقديم قروض لدول أخرى لتشتري أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبع ومراقبة من بريطانيا، في خطوة أثارت انتقادات للحكومة من قبل الناشطين وأنصار حقوق الإنسان. القتل الرحيم عربيا، تحت هذا العنوان كتب باسل طلوزي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. يحسب لنظرية الموت مع الجماعة العربية أنها النظرية الوحيدة التي شهدت تحديثات وتطويرات تلائمت مع مستجدات القمع العربية ذاتها. وفق فيزياء التحدي والاستجابة، فقد بدأت أولا بنظرية ضع رأسك بين الرؤوس وقل يا قطاع الرؤوس، حين كان جز الرؤوس عقوبة فردية تطورت لاحقا إلى مهرجان يحتفي به الطغاة. من هناك اتخذت استجابة الضحية لتحدي سيف الجلاد شكلا أزيد استكانة وطمأنينة، حين شعرت أن ثمة أعناق أخرى تصطف إلى جانبها وتنتظر السيف، وراحت تراودها فكرة الرحمة الناشئة عن توزع الموت على أزيد من ضحية واحدة. لاحقا تطورت النظرية من ضع رأسك إلى الموت مع الجماعة لتصبح نظرية مستقرة في وجدان الضحية العربية، راهنا ليس على صعيد الموت وحسب، بل الأسوأ أن أساليب الدفاع في الوجدان العربي طورت من استجابتها للتكيف مع سائر صنوف الموت الأخرى التي يبتدعها الجلاد العربي، سواء كانت موت الحريات أو موت العدالة أو موت الديمقراطية التي لم تولد أصلا. باختصار، أصبحت الضحية العربية مهيئة لتقبل سائر أشكال الظلم ما دام موزعا على الجماعة، فهي ما إن تشعر أن أحدهم يشاطرها للمحنة ذاتها فإنها سرعان ما تستكين وتستشعر الرحمة، وكأن الألم عندها سيكون قابلا للتجزيء، ما يعني أن الضحية لن يصيبها غير جزء يسير من الظلم أو الموت أو القمع أو الجلد إلى آخره. في المقابل، عندما أدرك الجلاد العربي أن أقصى استجابات الضحية لتحدياته هي الرحمة الناجمة عن الموت الجماعي، تفنن في تعميم الموت وجعله جماعيا كلما دعت الحاجة، بدليل أنه لم يعد يتورع عن السحق الجماعي وارتكاب المجازر الجماعية إن دعت ضروراته الفردية المحضة إلى هذا السلوك. بعد أن جردتهم الحرب من رواتبهم منذ نحو 4 سنوات، يواجه اليمنيون شبحا آخر بدأ يجردهم مما تبقى من مصادر الرزق. في ظل إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا وشملت تعطيل العمل في مختلف الأنشطة مع استثناءات محدودة، عنونت صحيفة العرب الجديد: الحرب جردت اليمنيين من رواتبهم وكورونا يجهز على ما تبقى. يقول المواطن بسام حسن أن سكان أو وهو سكان وهو من سكان العاصمة صنعاء للعرب الجديد تحدث أنه مضطر مثل الكثيرين للمكوث في منزله في إطار إجراءات مواجهة كورونا، بينما تزداد الحياة صعوبة في ظل قدرات محدودة لمواجهة أعباء دفع الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والغذاء والدواء. ويبدي موظف مدني كان يعمل بوظيفة عامة قبل أن يضطر إلى العمل في مجال البناء بأجر يومي استياءه من الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى حبسهم في المنازل من دون أي مصدر دخل يعينهم على مواجهة هذه الأيام الصعبة. وقال تقرير الصحيفة أن كتلة كبيرة من الأيادي العاملة منذ نهاية 2016 انضمت إلى رصيف البطالة الذي يتكدس فيه أعداد كبيرة تقدرها بيانات رسمية بنحو 3 ملايين شخص، واضطر كثير منهم للعمل في أعمال ومهن متعددة بأجور يومية زهيدة، لكنهم فجأة أصبحوا مضطرين مرة أخرى لترك هذه الأعمال والحد من تحركهم في إطار الإجراءات الاحترازية المنفذة لمكافحة كورونا. وتضيف الصحيفة: ازدادت حياة المواطنين ارتباكا في الأيام الأخيرة في ظل قرارات غلق بعض الأسواق والاستراحات والمطاعم. هل يمكن لفيروس كورونا البقاء حيا في الملابس؟ سؤال يحير الناس، خاصة وأن تفشي وباء كورونا دخل طورا مرعبا، فهل وجد علماء الفيروسات إجابة شافية لهذا السؤال؟
موقع ألماني يتساءل: هل يبقى فيروس كورونا حيا في الملابس؟ يقول الموقع إن السبب الرئيسي للإصابة بفيروس كورونا هو مخالطة شخص يحمل الفيروس والذي ينتقل إلى شخص آخر عند العطس أو السعال من الحامل للفيروس. ويتابع الموقع: الفيروس ينتشر أيضا عبر اليدين أو الفم أو الأعين، كما يمكنه البقاء حيا على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ والورق المقوى. وفقا للموقع ومواقع أخرى طبية ومجالات علمية، فإنه لم يتم بعد تحديد إن كان الفيروس يبقى حيا على الملابس. وفي السياق ذاته يرى الاختصاصي بالفيروسات جينان بلاري أن فيروس كورونا يمكنه البقاء لبعض الوقت على الملابس مثل الأوشحة، مضيفا أن مدة بقائه تعتمد على طبيعة السطح الذي استقر فوقه. وأفادت دي شبيغل أنه رغم عدم حسم خبراء الصحة لإمكانية مدة عيش فيروس كورونا على الملابس، فإنه يجب الافتراض أنه تحت شروط معينة يمكنه العيش في السترات والسراويل، داعية إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية مثل البقاء على مسافة من الناس وغسل الأيدي بانتظام وعدم لمس الوجه. صحيفة الجاردن البريطانية نشرت مجموعة من الصور التي تظهر التحولات التي يحدثها كورونا على العالم وكيف تغيرت الأماكن من الازدحام إلى الفراغ. نتابع الصور. عدد من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.